وكيفاش نتحصلوا عليه عن طريق الاكل مهم جدا. وما ادراك ما الفيتامين دي يظهر لي. وي سورتو في العوام الاخرى من بعد الكورونا وكل فيتامين دي ولات حتى في السيانس وفي السانتي كيما توندونس معناتها كل حاجه يربطوها بالفيتامين دي مالغري مش ديما صحيح معناها اي مشكل في البدن يربطوه بالفيتامين دي حتى قله النوم ولا يربطوها بالفيتامين دي دونك خلي لامبلوغ نتاعو في العوام الاخرى. الفيتامين دي سيت اون فيتامين معناها un peu particulière, mais qui m'a l'ochrine. Les vitamines l'ochrine, en général, n'ont le besoin interne de l'éclate. Alors que la vitamine D, nous avons un d'arge kbira, c'est d'arge à nous en éclate. Donc, quand nous avons acheté l'éclate, les aliments qui nous ont mis en éclate, les aliments qui nous ont mis en éclate, vitamine D, nous avons mis en éclate. Et surtout, في البلدان اللي ما فيهمش برشا شمس وما يكونوا عندهم اكثر نسبه في في, في نقطه الفيتامين دي في الدم احنا في تونس الحمد لله يعني معناها كتراو في الطقس نوفمبر مازال فما شميسه مي كيفيه التعرض للشمس باش تاخذ الفيتامين دي معناها في في اترافير لابو هي اللي هي اللي ماهيش غارونتي معناها دونك مش معناها في وجهك ولا في شعرك يكون معرض للشمس ولا فما دي باركي من البدن معينين سورتو الاسفل اليدين معناها ملوطة كي تحط يديك هكا كفك للفوق وتعرضهم للشمس مده 20 دقيقه في اليوم باش تاخذ لو بزوان اللي يحتاجه بدنك في النهار. التوقيت تسمحك التوقيت المناسب اللي خاطر نعرف مش في اي وقت لازمك تعرض بدنك للشمس شنو التوقيت اللي لازم؟ مش في الاوقات معناها كيما نقولوا اللي تكون فيها شمس قويه ما بين العشره نتاع الصباح و 4 نتاع العشيه هذيك في الصيف نحكي اوكي اما في الشتاء باش تتمتع شويه بشميسه في القايله حتى كان خرجت مثلا للتراس ولا حاجه ماذا بيك تكون معناها كيما قلت لكم لي باركي اللي هما الساقين واسفل يدين من نوطة معناها هي أكثر بلاصة إلى بصور بالفيتامين أما راهو مش غارونتي معناها الاستوسيفية باش الإنسان ينجم يعملها كل يوم فهمتوا دونك ديما عندنا نقص في الفيتامين دي وباش باش نعرفوا النقص هذا كيما العادة وكيما معناتها ننصح أنك ديما باش تستشير طبيبك باش يعطيك أناليز باش تعمل له تحليل شوف نسبة الفيتامين دي في بدنك 80% توا من العبيد بريسك ناقصين فيتامين دي في بدنهم واللي يظهر عليك من سورتو في الام المفاصل الام العظاء وتوا تساقط الشعر وكيفاش كيف 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 في اثر شويه على البشره. باهي خلينا احنا كيفاش نتفاداو هذا الكل كما قلت انت الشعر المتساقط وجهه المفاصل وغيره ممكن ساعات تدخل حتى يقول لك عندي شويه دوخه اكيد نقص الفيتامين دي ولا كما قلت انت كل شيء مصنع فيتامين دي ولا يعني اسهل كلمه اسهل كلمه معناها لي ميدسان الطب ان جينيرال يعطيو سيستيماتيكمون معناها كي يعطيك تحليل يعطيك معاه تحليل كالسيوم فيتامين دي ولات حاجه سيستيماتيك اللي بعد الكورونا خاطر قبل ما كانوش يخموا فيها برشا الطب. هذا ما بعد الكورونا يعني. اي خاطر من بعد الكورونا اكتشفوا من لي زاناليز تلمون وقت اول الكورونا ماهمش عارفين بالضبط شنو تعمل في البدن دونك يعطيو تحاليل افونسي شويه منهم الفيتامين دي اكتشفوا انه اغلبيه الناس عندهم نقص في الفيتامين دي. في ماكلتنا في ماكلتنا كيفاش نجموا نعوضوا الفيتامين دي؟ ما نجموش نعوضوه 100% مي نحاولوا. في حاجات الحقيقه احنا الحمد لله عندنا منهم في تونس برشا اللي هو الحوت. الحوت. وخاصه الحوت الازرق والحوت اللي يبدا قرا شويه يبدا دسم شويه يعني الحوت. كيما بون الازرق اكيد ما احسنش من السردينه. البريم تاعها الي دوني ا تو الموند رخيصه السردينه. واحنا ديما اون جينيرال اون نيجليج السردينه لوغ فيها برشا فيتامين دي فيها برشا اوميغا 3 اللي هو باهي للمخ باهي لانتي ستريس باهي للبدن اون جينيرال وانواع الحوت الاخرين بون اللي يكونوا اغلى شويه كيما السامون انا الحقيقه ديما نقول ناكلوا حاجه عندنا منها في بلادنا واكسيسيبل اتول مام معناها كيما قلت لكم الحوت اللي يبدا هكا قرا شويه تبدا لحمته معناها فيها لحمه فهمتوا اليكم الاختيار عندنا برشا انواع ما فهمش برشا في الحوت الحقيقه ما نحبش نسميه احنا خلينا نقولوا الحوت بصفه عامه ونركزوا شويه على السردينه مادام كنت تعرفها خلينا نقولوا السردينه خاصه مع توا غلاء بطبيعته في اللحم الاحمر والدجاج
الدجاج دونك تاخذ حوت خير سورتو كي تعرفوا فريشك معناها. اه صحيح برشا. باهي غير الحوت شنو الحاجات الاخرى نجمو؟ فما الهيل دو فوا دو مورو هذا يتباع في الفارماسي وزيت الحوت. يتباع في الفارماسي ونلقاو في برشا مكملات غذائيه اسمه الهيل دو فوا دو مورو ما نعرفش بالعربيه شنو اسمه الحقيقه. قلت له جينا عليه نور هنا مش مشكل. نلقاو في برشا مكملات غذائية أيه. العظم زادا كيف كيف في فيتامين دي لي فخوماج بصفة عامة فيهم الفيتامين دي هذو ما هما معناها لو شوا هاني قلت لكم الخضرة والغلة ما نلقاوش فيهم فيتامين دي واضح يعني في الغلة والخضرة ما عندناش تقريبا الحاجات اللي انت سميتها في الماكلة نجمو نلقاوها في الحوت ولا في البيض والا زاد في الجبن هذوما الحاجات اللي نحاولوا نركزوا عليها. طبيبنا حاذيني طبيبنا حاذيني نجم يعطينا كوخ نتاع فيتامين دي ثم دي زامبول يتباعوا في الفارماسي ما نشروهمش وحدنا تشخيص طبي هي امبول تتشرب كيما الفيتامين دي ليكيد كور تعطيك كور كل واحد ونسبة النقص اللي في بدنه على عام كامل كل 6 اشهر كل 3 اشهر كل بدن كيفاش تبعثهم الامراض اللي عندك يعاونوا بالباهي بالباهي يعاونوا بالكدا وديما نعاودوا ونقول لكم ارجعوا لطبيبكم وديما شوفوا مع الطبيب المباشر نتاعكم اهل الاختصاص هما الادرى بكل حاله مش تقول لا جارتي ولا اختي ولا غيره لا 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 كل حد وبدنه كل حد وشنو مستحق بدنه يعطيك الصحه وفاء شكرا ليك مشكورة جدا وفاء الشبريلي صيدلانية مختصة في مشاكل البشرة والشعر قدمت لنا دونك الفوائد وكيفاش زاد نتحصلوا على الفيتامين دي عن طريق الأكلة. كابتي الموجة مع كابتي فام.